مرحبا أعزائي متابعي قناتي، أهلا بكم من في قناة مجلات ومسلسلات تركيا. فوركان بلالي الذي شارك في الموسمين الثالث والرابع من فيلم وسبون إيه تيم كاكوروفا، والذي وصل إلى نهايته على شاشة التيفي، أظهر مواهبه مع شخصية فكرت فكيلي. نجح الممثل الذي أصبح من أهم الأسماء في المسلسل في نشر شعبيته في العديد من دول العالم نتيجة مبيعاته الجيدة في الخارج. بدأت الممثلة التي كانت في وتيرة عمل مكثفة لمدة موسمين في سلسلة وسبون إيه تيم كاكوروفا في الراحة اعتبارا من يونيو بعد الانتهاء من التصوير، في إشارة إلى أن فترة الراحة هذه كانت جيدة جدا بالنسبة له. قال فرقان بلالي إنه كان لديه مفاجأة أخرى لجمهوره. قال الممثل الشهير: كان لدي موسم حافل، يكون الأمر صعبا عندما تكون خارج المدينة، لكن هذا هو أحد المراوغات في العمل. ارتحت قليلا، لقد صورت فيلما على منصة رقمية. مفاجأة، أنا لا أعطي الكثير من المعلومات عنه. دع المنتج يشرح المنصة التي يعمل عليها. كان نوع مشروع فوركان بلالي الجديد مثيرا للفضول أيضا. يعود الممثل بقصة كوميدية رومانسية تماما كما في مسلسله السابق ماي سويت لاي. فوركان بلالي الذي لعب بنجاح دور درامي كبير لموسمين في فيلم وسبون إيه تيم كاكوروفا عاد إلى الكوميديا الرومانسية بعد عامين. تحدث الممثل الذي لم يقدم معلومات واضحة حول موعد إطلاق الفيلم عن إمكانية إطلاقه في عام 2023، وأضاف الممثل أنه فيلم دافئ وصادق وأنه قدم كوميديا رومانسية ممتعة بدون عناصر درامية. شكرا لمشاهدة الفيديو الخاص بي، لا تنسى الاشتراك في قناتي ومشاركتها مع أحبائك إذا أعجبك الفيديو الخاص بي. مع السلامة.